قصص عربية. حذاء الحظ. امتلك الجنرال أكبر وأجمل بيت في المدينة كلها، ولهذا كان الجميع يحضر حفلاته. أوه، بالطبع لا، فحكم الملك هانس كان الأعظم. عاش الجميع في سلام وبساطة، الناس لا تهتم الآن. آه، أنا أختلف معك، فعلينا أن نتطور وننمو باستمرار. والناس تهتم الآن، انظر، حضر إلي العديد من الضيوف يهتمون بي. كان المستشار يعلم أن لا أحد يهتم به، ولكنه لم يعلم أن فور انصرافهم سيبقى الجنرال وحيداً. إنهم مشغولون الآن، ولكنهم جاءوا من أجلي وليس للأكل. أجل، بالطبع. سيدي، لقد نفدت الأكواب. نفدت الأكواب؟ ماذا تعني؟ أعني أن الأكواب لا تكفي الضيوف. تعرف الحل. ولكنك قلت أنني... أصمت، أحضر الأكواب الجديدة من المخزن. أمرك بالطبع. كان المخزن أكثر الغرف ظلمة، وبه الأشياء التي لا تستخدم، ولكن تلك الليلة كان به شيء آخر. أشعر بالدوار. نعم، فكيف يصيبنا الدوران بالدوار؟ يا رعاية، هل أنت متعبة؟ ألن تدوري وتدوري مثلي؟ لم علي أن أجالسك كالأطفال؟ أنت مساعدة حظ وليس أنا، هذا ليس عدلاً. أنا آسفة، ولكن حظ في إجازة قصيرة وأنا فقط أحل محلها، وقد قالت لي حظ ستهتم بها رعاية. حظ ستهتم بها رعاية. أيضاً، أتعلمين؟ إنه عيد ميلادي. أجل، حسناً، لنفعل شيئاً مثيراً اليوم. كم أنا سعيدة، فقد فكرت في شيء. لحظة، ما هذا؟ لم أره في المخزن من قبل. إنها هدية للناس، اسمعيني، فهذا ليس حذاءً عادياً، إنه حذاء الحظ. من يرتديه سيحصل على كل ما يتمناه. إنه ماذا؟ ما الأمر؟ أليس رائعاً؟ لا، إنها فكرة سيئة جداً، ستجلب المشاكل، مشاكل كثيرة. الناس لا تعرف ماذا تريد ولا تتمنى بحذر. أنت تبالغين جداً، سيكون جيداً، سترين. سأرى، وسترين أنت. وفي القاعة بدأ الضيوف في الرحيل. حذاءك هنا. ولكن الحذاء اختار صاحبه. عظيم، هذا ما كنت أقوله، لا أحد في المدينة يهتم.
الجنرال كان مخطئاً جداً. أتمنى أن أعود في الزمن إلى عهد الملك هانز. لا، ليته ما قال هذا. ليتني أبلغت الجنرال أنهم حضروا لأجل الحفل لا لأجله. هذا ظلم، كيف يتركون مثل هذه البركة في الطريق؟ علي أن أنظف الحذاء. أين الرصيف؟ أضللت الطريق. لحظة، أين المطر؟ انتبه لطريقك. لا، انتبه أنت، غير مسموح بركوب الأحصنة هنا. عجبا، كم عمر هذا الرجل؟ وماذا يرتدي؟ لابد أنه ذاهب لحفل يرتدون فيه ملابس قديمة. ولماذا لست مدعوا لهذا الحفل؟ ما الذي تفعله هنا دون درع؟ هذا كرم منك، لكن لست مدعوا إلى الحفل التنكري. تقول حفل ماذا؟ ومن يحتاج دعوة للحرب؟ المملكة في خطر، وواجبنا أن نضحي بحياتنا. النصر لنا. علي أن أقول أنكم تتقنون دوركم. لا تضع الوقت، أعطوه الأسلحة. لا وقت لدينا، هناك سيف ودرع. أجل. اسمع، هذا خطأ، أنا لست جنديا، أظن. هجوم. إنه حي، لنضعه في السجن، فهو عدونا. السجن؟ لا لا لا. لقد نمت، هذا مشين. ماذا وضعوا بالطعام؟ أخطأت، فأيامنا أفضل من ذي قبل، من أيام الحرب. على الأقل يمكنني النوم بسلام في سريري. من ترك القاذورات هنا؟ سألقي بها في القمامة. وما هذا؟ غريب، وضعته بالداخل. لا يهم، سأرتديه لأتدفأ. لا، اقتربت. لا تقل شيئاً، لا تقل شيئاً. أتمنى أن يطول جسدي لأصل إلى الكيس. لا! لكن قد فات الأوان. كيف هذا؟ هذا صعب، كيف سأخرج؟ علقت. ماذا أفعل؟ ليت الكيس لم يكن هنا. ماذا؟ أين ذهب؟ تمنى الأمنية الصحيحة يا أحمق. أهناك شبح؟ ماذا يحدث لي؟ أرجوك دعني، ليتني ما أمسكت بهذا الكيس الملعون أبدا. أخيرا. ابتعد عني، شبح في الكيس، شبح في الكيس. وما أن شعرت الجنيتان بالراحة، جاء الحارس يجري. ماذا؟ ما الأمر؟ من صرخ؟ لا أحد. كالعادة، أسترح 10 دقائق فيصرخ أحدهم. لمن هذا؟
إياه؟ إنه مريح، لابد أنه للجنرال. حسناً، لن أزعجه الآن، سأذهب وأعيده غداً. الجنرال محظوظ ومحترم، بيت كبير، خدم يخدمونه، إنها الحياة. أتمنى أن أكون مكانه، إنه محظوظ جداً. يا للروعة، بيتي كبير ويحترمونني، سأفعل كل ما أريد في أي وقت. لا 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 لا. أحب الحياة. أصبح الحارس الآن أسعد الرجال، لكن إلى متى تسبب النقود السعادة؟ يا للملل والوحدة، ما فائدة البيت الكبير إذا كنت سأعيش فيه وحدي؟ أتمنى بعض الصحبة. الحارس أسعد مني، لديه عائلة تحبه. أتمنى أن أكون مكانه، إنه محظوظ جدا. حلم غريب. ياه، أنا راض بحياتي، ساعة وأكون مع أسرتي. أنا أكثر حظاً من الجنرال. إنه شهاب، أريد رؤيته عن قرب. أتمنى أن أطير بجسدي إلى القمر. بما سأشعر؟ لا! ما الذي يحدث؟ هل أنا ميت؟ لا، ما الذي يحدث؟ النجدة! لكن من يساعده؟ لقد طار المسكين لأعلى وأعلى، تمنى شيئاً لم يرده، ولكن حذاء الحظ لم يهتم، ففي النهاية تحققت أمنيته وأصبح على القمر. لم يفهم أبداً ما حدث، وضرب نفسه ليصحو من حلمه. رأى الأرض فوقه ككرة ضخمة، وكان خائفاً وقلقاً. هل سيعود يوماً إلى أسرته؟ استلقى على القمر وبكى. ولكن ماذا عن الحارس في الأرض؟ عفواً، ما الساعة الآن؟ ماذا بك؟ نادى الغريب على الجنرال وأسرع بالحارس إلى المستشفى، وهناك احتار الأطباء لأمره. كيف لرجل بصحته أن يفقد الوعي هكذا؟ علينا أن نقوم بفحوصات. لما يرتدي الحذاء على السرير؟ هيا انزعيه. لحظة، سأساعدك. وعاد الوعي للحارس. أرض! أرض! زوجتي! أولادي! سأعود إليهم! أرض! الأرض الغالية! على الأقل أفاق. أشكرك بشدة، سأنصرف الآن. سيدي، هذا حذاء الحارس. أجل، سأعيده إليه. تعبت من هذا الحذاء، علينا استرداده قبل أن يحقق أمنية أخرى. حسناً، عندما يتركه الجنرال لن نأخذه أمام الجميع. مرحباً، تبدو وحيداً وحزيناً. حسناً، وما شأنك؟ أنت متعب وبلا حذاء، أتريد حذاءً ناعماً ومريحاً ليدفئك؟ حسناً، أتريد أن تعرف حقاً ما الذي أتمناه؟ أنا أتمنى منزلاً لي وشخصاً يرعاني. أنت لا
تعرف الحياة في الشارع، فأنت تعيش في منزل كبير مع أسرتك. أعيش في منزل كبير وحدي. أفهم مشكلتك، أتريد العيش معي؟ لا ابن لي، وسيسعدني وجود صبي قوي وجريء. ماذا؟ حقا؟ بالطبع، تعال معي. أرتدي هذا؟ إنه كبير، سأشتري غيره، وسأشتري لك ملابس وألعاب وحلوى. أتحبها؟ أخبرني. ياه، أحب الحلوى. هل رأيتي؟ في النهاية لقد جلب حذائي الحظ. أجل بالفعل، حين لم يلبسه أحد. لا تشعري بالفخر، أرسلت رجلا إلى القمر. الناس لا يحتاجون حذاءً للحظ، فقط يحتاجون بعضهم البعض.